مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كونتر اتاك. الحلقه ديال اليوم غتكون حول موضوع مباراه فريق الوداد الرياضي والاهلي المصري في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. كيحضر معايا اليوم الزميل العزيز حميد امين لتنشيط هذه الحلقه. حميد امين مرحبا بك. مرحبا زيد وشكرا على الدعوه. اذا قبل الدخول في الموضوع ديال الحلقه واللي كيخص مباراه النهائي كما ذكرنا، لابد من التذكير بابرز مباريات هذا الاسبوع. ابرزها مباراه ريال مدريد وتوتنهام في دوري ابطال افريقيا وهزيمه بطل القاره بثلاثه اهداف مقابل هدف واحد، وايضا هزيمه نابولي امام مانشستر سيتي في دوري ابطال اوروبا دائما باربعه اهداف مقابل هدفين. بقيه نتائج عبر الجدول الاتي. إذن الزميل الأمين، مباراة الوداد الرياضي والأهلي المصري، حدود فريق الوداد في هذه المباراة. الوداد الرياضي عنده امتياز ديال الهدف اللي ماركا استاد برج العرب، وهذا أمر مهم أن الوداد يكون عنده رد فعل، ولكن ما تعنيش بأن الوداد راه قطع الواد ومشفور رجليه. فتنظن أن اللي كان شي حاجة في الوداد معقولة وكتفكر برازنا هو المدرب. المدرب تنشوفوا أنه بالرغم من الضغط اللي كان على فريق الوداد الرياضي، بزاف الناس اللي باغا الوداد تلعب الكره وما شابه من هذه المصطلحات اللي كنا كنسمعوها، كره جميله وحديثه و اللي ما عرفتش من جات هذه الكلمه هذه اللي ولات كتداول حاليا. فهو مقتنع بالافكار ديالو، وشفنا ان الوداد اللي كان خصو يكون عنده رد الفعل في الضربه بدا فداروا. فاللي كاين هو الان هو لقاء اصعب. علاش لقاء اصعب؟ هو كتسير الامتياز، تتلاعب مع فريق عنده تجربه في هذا النوع من المباريات وسبق له رجع في مثل هذه الوضعيات، ولو انه رجع بلاعبين بحال ابو تريكا، ولكن كاين لاعبين اخرين حاضرين في الجيل الحالي، وليد سليمان، احمد فتحي، وشريف اكرامي، والمدرب حسام بدري اللي سبقهم لعبوا مثل هذا الدور. وما نساوش بان عندهم الامتياز ديال وليد ازارو اللي متعود على ملعب مركب محمد الخامس، تيعرفوا مزيان، ولاعب اللي تيلقى المساحات راه كيشكل خطوره. وليد ازارو ما يمكنش تلعب مع وليد ازارو وانت مرتاح. دونك راه بزاف الناس ما تمشيش مع التعاليق والناس والانتقادات لديه وائل جمعه وما نساو بانه راه مهاجم قوي ومهاجم يقدر يدير الفرق في اي لحظه. دونك هذه اشياء ما خصش تنساوها اللعابه الوداد، واتمنى ما ينساقوش. نتمنى يخرجوا من العالم اللي كاين حاليا اللي هو عالم عادي بين ضغط بين جماهير وداديه واهلاويه و ويمشوا للواقع. الواقع هو غنلعبوا فريق قوي عنده جميع الحدود ويقدر يرجع في اي لحظه من المقابله، ومن ثم تقدر تصعب الامور. اتمنى لان السيناريو اللي يكون هو ان الوداد يسير المقابله ويدير لها ان فوريتم ويتحكم في المفاتيح ديال المقابله، ويكون هدف بدايه المقابله يقدر يساعد الوداد الرياضي كثير وكثير وكثير باش يحرز على الحلم ديال الجماهير الوداديه اللي هو تشامبيونز ليغ بطبيعه الحال. الفقره الاتيه غنتكلموا فيها على الحضور الجماهير. الحضور الجماهير اكيد غيكون كبير في هذه المباراة. قبل منه كانت بعض الأحداث وبعض المشاكل نشوفوها في الفقرة الآتية، فقرة ميكرو الكونتر أتاك. ديال جينا مع ثلاثة ديال الصباح باش ناخذوا نقطعوا الفيي ديالنا، وكنا واقفين واحد شوية ويجي الأمن قوة المساعدة دوك يضربوا فينا بالعصي ويضربوا فينا بالزراوت ديالهم، ولينا حنا من الناس اللي معطلين. بعد عاد مذنب هذا دخل شي 9 مرات هو كيدخل وكيخرج، بنادم جاتو ازمات قلبيه، بنادم طاح مسكين. الامن حتى هو كيزيد يكمل على عباد الله، كيضربوه بالعصاي وكيزراوت. دابا يلا طلقوا دابا، والله حتى بحال شفتها بعينك. دابا يلا طلقوا قنبله مسيله الدموع، بنادم مسكين مزاحم وزادوا بقنبله مسيله الدموع، بنادم مخنوق وحالته حاله. دابا البوليس كيوقع علينا بالزراوت، حنا اش كنديروا؟ قتلوني جاب غناخذ ورق ندخل بهذا التيران، بقاو عليا بالزراوت انايا باغ ما محنوش فيها. اذا شفنا انه بزاف ديال المشاكل وقعوا كما العاده، ولكن مباراه النهائي في الظرفيه هذه حضور جماهيري كثير، كل شيء بغى ياخذ التذكره ديالو. وغنقولوا صوت تنظيم ونقولوا امور اخرى. شنو ظهر لك في المشاهد اللي كانت للاسف في اليوم؟ ظهر لي هو انه في عصر التواصل واللي ولا اي واحد تيقدر عنده سمارت فون، يعني هاتف ذكي باللغه، وما يتوصلش بالمعلومه في الوقت وبالطريقه وكيفاش، فهذا امر غير مقبول. فاذا كنا في عصر فيه لا مركزيه في العالم، لا عالم، يعني كل شيء بحال بحال، واذا كان واحد في اثيوبيا قدر يتواصل مع انسان في القطب الشمالي بطريقه سهله وسلسه، وحنا ما قادرينش اننا نوعوا من مراكز بيع التذاكر ونخفوا
كيفاش كتخيل انت في حي المعارف انه تيهبط ذاك الكم الهائل من الناس، كيفاش غيديروا؟ عادي جدا يكون اكتظاظ، عادي جدا يكون احداث، عادي يكون رعب عند السكان، لان كاين بزاف الوليدات اللي مساكن انا كنشفتهم بعينيا باغيين يشربوا الماء ما لاقينوش، فاحقر تعامل انساني شفتو فهاد القديم يولي انسان ما لاقيش الماء، ولي انسان كتتعدى له على الكرامه ديالو بدون حق، لان اون فوا توقف سبعه السوايع وثمانيه وما عندكش لا مرافق صحي جرب عين انت. وكاين اللي ما خداش. لا جلس في داركم. جلسي في داركم ثمانيه السوايع. ثمانيه السوايع سبعه. عاي في داركم. حداك كل شيء ولا كليم وكل شيء، واعطيني الاحساس ديالك. في داركم ولدك جميع الوسائل. ولكن الفرد عكس تبقى ثمانيه السوايع، واعطيني الاحساس ديالك، فما بالك في الشارع معذب، الشمس، العصا. سوء تنظيم مسائل كيتحمل المسؤوليه كاملين بما فيهم انا الاول، ماشي انا الاول حاتم عمور، انا كاعلامي ما عرفتش نوصل اولا ما عرفتش نضغط على دوك الناس اللي كينظموا اولا ما عرفتش نبين لهم بانكم كتخربقوا راكم كتحتقروا الناس بهذه الطريقه هذه، كلشي كيتحمل المسؤوليه. غتقول لي مسؤوليه الجميع مسؤوليه لاحد؟ لا، ملي كتولي عندها علاقه بالمواطن كنكون كلنا كاملين، خاص تشوف الطوبيسات شنو وقع عليهم، خاص تشوف الوليدات الصغار كيفاش كانوا كيلهتوا في الشارع، خصنا نبينوا لهم بان راه البي ما غياخذوش كل شيء، راه 45000 تذكره كاينه الشاشه هي للجميع، تحد ما ودادي على الاخر، تحد ما مغربي على الاخر. هنا ما يمكنش تقول لي بالدار البيضاء ما يقدرش يكون فيها 30 نقطه تبيع في المرافق ديالها في الاحياء ديالها. هي نقاط كامل، فكان بانه الجامعه بتنسيق مع السلطات الامنيه، فالسلطات الامنيه اللي فرضات نقطه بيع واحده، فاش هذا منطقي. اسمح لي اللي يبغي يعطيني شي فكره بيزنطيه يعطيها على راسه ويضحك بها على راسه. الجامعه والداخليه وهم احترامي للمؤسسات، حنا ماشي في هذا العصر، حنا في عصر اخر دابا. راه كتشوف بلا ما نمشي معك للسياسه، خلينا في الرياضه. فانا كنهضر دابا مع الناس، الا كنا غنديروا حوار ديال العقلاء فهاد الشيء اللي داز جريمه. جريمه وخصو يتفتح تحقيق، ماشي تفتح تحقيق عنوان فتح تحقيق وتسالي ودير نقطه وترجع السطر وما تعرفش، نو. وخصنا نستافدوا، جايين لي زيفينمون، جايين الاحداث، ما يبقاش يقول لنا هي سيمانه ومشات، راه ما يمكنش حي المعارف سيمانه وعيش ديال منع السير، سيركيوسون كتحبس، ستاسيون سيمانه علاش؟ الراجا وداد اللاعبين، ما يمكنش، ما كاينش هذا الشيء. واليوم ماتش وغدا ما كاينش، خاصنا نتعاملوا مع الواقع ديالنا والثقافه ديالنا، ما نقولوش لا راه في اوروبا راه يمكن، نو سيدي، حنا في المغرب. ونتعاملوا مع الواقع المغربي، ما بقاوش نعودوا ونشوفوا في لي سلوغون العناوين. هذا الشيء اللي وقع جريمه وتحقير، لا باس ان يدوز الماتش ونتمنى دوز فيه نتيجه ايجابيه لي على الاقل، ماشي غتنسي نضرب الشمس بالغربال غتخفف، ولكن 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 جريمه وقعات خصهاش تدوز، ما خصهاش تدوز. ومستقبلا اللي يعاود يدير بحال داك التنظيم، فانا اناشد الجمهور يكون صفر حضور جماهير غير الاحترام. شي في الدول المتقدمه كيزيد عليهم شي حاجه فاصله صفر، جاي من الحليب كيحطوه لهم في الباب قاطعوا نهائيا، فما بالك يجي يحقرك وانت باغي تدخل بوغ لو بليزير وتاكل العصا وتعرق وتوسخ وتبقى في الشمس مرض، ومع ذلك تقدر ما تاخذش البيان. غريب غريب انه حتى التذاكر اللي تم الاقتناء ديالها عبر الانترنت، الناس اللي مشاو ياخذوا التذاكر هذو، فكاين اللي لقى تذاكر من غير اللي خذا، فكاين اللي خذا مثلا جوج ولا ثلاثه فلقى اقل، وحتى اسمح لي انه حتى التوقيت يعني من 8 الصباح الثلاثة لاستخلاص التذكرة ديالو. هذه نلقى ليها الدواء. نقدر نلقى ليها حل. نقدر ندير ليها حل. راه هذا راه هادشي. نقدر. ولكن اللي ما نقدرش ندير له حل هو لعبة الفكري. ما يمكنش. ما يمكنش أنت تجي وتعطيني شي حاجة اللي هي سالات. تقادات. ما بقاتش. واش دابا بالله عليك الضوء فين تتخلصوا دابا؟ تقدر تخلصوا في هو بيه ديال التيران، خصك تجيني الا كنتي ساكن في سيدي مومن تجيرو تال ما يمكنش. صعيب هذا امر غير مقبول. كان تقسيم يعني تقسيم نقاط البيع المدينه كامله بلاتي حنا عارفينها والمسؤولين ما عارفينهاش، وامنيا اذا كانوا كيقولوا كيتضرعوا بامنيا انا غنمشي معاهم ونقول لهم راه ما كتفكروا في حتى حاجه، راه امنيا علاش كتزيدوا الخطوره؟ علاش كتزيدوا المصيبه امنيا؟ علاش كتزيدوا مازال الكوارث تقدر تطلع؟ ولهذا هذا الشيء اللي وقع غير مقبول، غير مقبول، سبه سميها كيما بغيتي. هادشي اللي وقع شي حاجه اللي ما يمكنش انسان يقول في 2017 انا تنشوف هاد المظاهر. فراه كترعبوا الناس وكترهبوهم وكترهقوهم وكتمرضوهم وكتزيدوا يمكن ما غتفرجوهمش. دونك انا تندوي هذا كرويا مساله اخرى.
انا تندم الله يخليكم. بركه ملي يعرك في شي حاجه يلوح على الامن والنظام وهذا راه ما كاينش هادشي. راه معروف قانون راه جمعه كتفوت ثلاثه الناس كيخصهم يحققوا شكون هما هاد الناس. فما بالك انت باغي تجمع 600,000 في بلاصه وحده وتقول لهم باش تاخذوا بيلي هما اصلا كتكتب لهم ورا ثلاثه السوايع نافذات السداكه بدون مشاكل وبدون ما يمكنش. اسمح لي هذا الناس كتفلع الناس وهنا سي خصنا نوقفوه. ستوب للعبات وستوب للناس اللي ما فاهمه والو وجايه لان عندها اقارب ولا شنو اللي مخدمينها وهما ما فاهمين حتى حاجه. نتمنى ان الرساله تكون وصلت واكيد ان الناس كاين اللي بات تما في جنبات الملعب وما خداش التذكره ديال المباراه. فنتمنى كما قال زميل العزيز امين انه المباراه على الاقل ان تنتهي بفوز فريق الوداد الرياضي للتخفيف من الاحتقار والدهس الكرامه ديال المواطن المغربي بشكل عام. شوف الفقره الاخيره فقرتها وما قبل الاخيره فقره سكوبا وخبر الكونتر اتاك. إذا فقرة خبر الكونترتاك تخص غياب أونجم عن فريق الوداد الرياضي في هذه المباراة بعد إصابته بكسر على مستوى أسفل القدم. حميد باختصار شديد الغياب ديال أونجم مؤثر أو غير مؤثر في هذا المباراة؟ مؤثر، لاعب مهم قوي مؤثر ممتاز عنده تقنيات كبيرة والدليل هو أنه كان ورا التمريرة وكان مرر حتى في لقاء نصف النهاية وهو مهم حتى أمام المدافعين ولو ما يكونش في المقابلة عطاء كبير كاين تواجده غادي كيقدر يأثر على الفريق المنافس وبالتالي غيتغير الطريقة والنهج ديال فريق الوداد الرياضي وبالتالي الأوتوماتيزم الخاص بمهاجمي الوداد غيأثر. تنتمنى بأن الوداد الرياضي يبقى مركز وتكون الفعالية الهجومية اللي تعوض هذاك النقص اللي غيخلفوا غياب ديال النجم. نتمنى إن شاء الله. فنمشيو الفقرة الأخيرة فقرة بي اللي عندك مع كلير ونتلاقاو من بعد. كلير كتقدم مسابقة بي اللي عندك، المسابقة الشهرية اللي كتعطي فرصة للشباب باش يبينوا على المواهب ديالهم في عدة اختصاصات متعلقة بكرة القدم. عندك موهبة في الدريبلاج، فريستايل، تشجيع وحتى التعليق الرياضي أو أي موهبة أخرى متعلقة برياضة كرة القدم، بعث بالفيديو ديالك اللي كيبين الموهبة اللي كتمتلك على البريد الإلكتروني الآتي clear@البطولة.com. كل نهاية شهر غادي يتم الإعلان على اسم الفائز اللي غادي يحصل على دعم بقيمة 2000 درهم. شاركوا بكثافة وحظ سعيد للجميع. إذا المشاهدين الكرام نهاية الحلقة ديال اليوم، نتمنى أن الفقرات ديالها تكون نالت الرضا ديالكم. شكر الجزيل للزميل حميد أمين. أنا ناخذ 20 ثانية ملي تكلمت على الجمهور ما بغيتش نركب على الحدث، ما بغيتش يمشي يتعاطفوا معايا ويقولوا الله هذا عنده النفس على الجمهور. لا، أنا تكلمت على المستقبل وبغيت احنا في 2017 في بلاد الحمد لله الملك نصره الله جلالة الملك محمد السادس غادي يبان قدامه باغي لها المشاريع تكون كبيرة وتمشي ودير دفعة كبيرة لقدام. فما يمكنش تشوف هذا المظهر. أنا ما قلتش هادشي باش نركب عليه وما قلتش باش يتعاطف، بغيت واحد يتعاطف معايا. أنا بغيت الناس اللي سمعوني يزيدوا يلقاو معنا الحلول ويعطيونا حلول، ترجموه يعطينا حلول باش بحال هاد الصور ما نبقاش نشوفوها إن شاء الله، لأنه فعلا صعيب أنه نعاودوا نتكرر هاد المشاهد واللي للأسف الشديد أنها كتضاعف أو كتزاد إساءة من مباراة لأخرى. نهاية الحلقة ديال اليوم نتمنى التوفيق لفريق الوداد الرياضي ويجيب لنا كأس غابت عندنا قرابة عقدين من الزمن. إلى اللقاء الأسبوع المقبل.